حاجتك بقى حقي. بطل عناد وسلم حالك. مستحيل. يعني لإمتى بدك تضل هربان لك ابني؟ لحتى لاقي عثمان. صعب كتير تلاحق حدا وانت ملاحق إلا ما يحاصروك. والله قلبي بيتقطع عليك كل ما بتخطر على بالي. ليش مفكرة الشغلة سهلة علي؟ فكرتيني كتير حابب موت وانقبر والحبس عم بتخيل الحبس قدام عيوني. نمت 10 سنين على نفس التخت وبين 4 حيطان. هلا بيكونوا عم يقولوا علي شفتوا حقي اللي بلا شرف فكرناه زلمه طلع عم يسمم الناس. بتعرفي هالكلمه شو بتعمل بالواحد؟ بتعرفي هيك كلمه كم جريمه بتخلي الواحد يعمل؟ انت عارفان شو عم تحكي؟ انت رايح على الموت يا حقي. لك انت رايح مشي على الموت. ما عاد عندي حيل فكر وين رايح. قدري مكتوب عجبيني. بس تغيير هالكتابه بايدك يا حقي. ابني ابني. مرحبا بنتي. كيفك ماما؟ منهنيكي بالسلامة. سمعنا الخبر وكتير فرحنا. تسلمي ماما. كيف مراد؟ منيح منيح. ليك وجنبي. وبيسلم عليكم. كيفهم الأولاد؟ يا لطيف شو بتفكري فيهم؟ عم بياكلوا ويتشيطنوا. كل الأخبار عندكم. عطيني مراد. يلا ليكو. أمي. ألو. مرحبا عمو مراد. كيفك؟ هذا أنت مروة. ما سويت لنا مسبحة عمو مراد؟ شغل الحبس. أنا طلعت ماني موهوب بهالشغلة يا مجد. إيه هيك ما بيمشي الحال. زعلنا منك. كنا مننبسط فيها. حازمة يا عم. هيك لكان. وغيره؟ كنا لو لحنا فيها بالجنينة وقلنا أجتنا من أخونا مراد الأورفلي. يلا خيرها بغيرها. هالمجد بده يموتني. هات لشوف. ألو. ولا شقي بس اجي لعندكم بدي ورم لك خدودك من كتر القرص. ماشي رصيهم. جمو رجع من ديار بكر بس ما في خبر عن حقي. مو غريب يرجع لحاله؟ ايه شوي. توقعنا ما زبط. اللي ما زبط تصرف حقي. انا بعرف هدول الناس عايش معهم. لما بتكون الشغلة بتخص العيلة كل شي بيوقف. انمسك ولا ما انمسك ما بيهمون. وبلكي جمو ما رجع لحاله أو ما كان لحاله مثل مباين. بس حسب ما خبرتنا الدورية الطرقية جمو كان لحاله بالسيارة. يعني معقول يخبي حقي وكبره ويدخلوا على المدينة بصندوق السيارة؟ معك حق. بس في احتمال يكون خباه. بيقدر يخبيه بمحل تاني. امشي سيادة المحقق. يلا اندر. اوبا. لروح انا. الليلة ما لازم ضل هون ابدا. امتى رح ترجع تجي عمو؟ ما بعرف محمود نصيب. خلينا نشوف اللي بيصير. شش لا تقلب وشك فينا هيك. عمو عمو لا تروح. محمود حبيبي ما بصير تعمل هيك. لا بضاي بيبكي شي. بابا مو هون. انت الموجود. واذا انت مو هون عمو. واذا انت مو هون. شو يعني إذا مو هون؟ ليش لحتى ما أكون؟ مين اللي عم يدخل هالحكي براسك؟ أنت جاهز عمو؟ حطيت بطانية بالباجاج عمي؟ إيه حطيت. وأنا جاي فقرات ظهري تخلخعت.
جيمو رح يطالعني برات المدينة، وهونيك بنطر لي شي باص لديار بكر. شو فيني هيك لك أنا؟ بكفي تسامحيني. محمود تعلم لا تصير رجال، صير رجال لحتى ما يصير فيك مثلي وتنحط بطبون سيارة. الدرك جايين على المزرعة. انتوا روحوا لمطارحكم. ماشي. خلينا نمشي. ايه. يا خانم، حقي اغا، الدرك. اجوا الدرك؟ وكتار كمان. هات المفاتيح رح اطلع من ورا. لا حقي. لا حقي. اختي. ما رح خليك تروح يا روح اختك. ما فيني خليك تروح وتقتل حالك. اختي خلصنا. عمو لا تروح. إذا بدك تروح استعجل. سخوت! ما بيطلع من هون غير على جسدي. أنت شو عم تحكي أختي؟ ليش أنا معقول خالفة؟ ماشي مثل ما بدك. حقي. سامحيني. حقي. جيبوا لا تخليه يروح. تأخرنا عمتي. على شو؟ على شو تأخرنا؟ تأخرنا على الموت. إذا بنلقط بيقتل حاله. ناوي يعملها. إذا هرب عنده فرصة يعيش. الله معك أغا. مساء النور. أهلا وسهلا فيك سيادة الضابط. أهلا مهند. خير سيادة الملازم. جايتنا مو جايت خير. باين عليكم. وينو حقي؟ راح. امتى؟ صار له زمان. مفكر حاله في يهرب؟ عملت كل شيء بيطلع بايدي لحتى يسلم حاله. الظاهر ما بذلتي جهدك، طيب ليش ما خبرتونا؟ يعني قصدك تقول ليش ما خبرت عن اخي ما هيك؟ اي نعم. ما بيطلع لك تحكي هالحكي. انت شلون بتحكي معي هيك؟ محقق. خلينا بشغلنا. فوتوا نفتش. أندى. محمود لجوا. يلا. امرك سيدي. عم يلعب بالنار. بتعرفي هالشي ما هيك؟ مانو موجود هون. إلى جميع الدوريات. حقي بويات لي هرب. أكرر، حقي بويات لي هرب. نمرة السيارة اللي هرب فيها 63S282. أكرر، الهارب مسلح وخطير. حقي ماله علاقة بالمخدرات. إذا بتعزني بتصدق كلامي. آه ست زينو، على التصديق بصدق، بس هالشغلات مو هيك بتنحل. عم قول هيك مشان تعرف، مشان ما تفكر حقي واحد سهل. بعرف ست زينو، بعرف. جمو عقال بقى، إذا بتعرف وين متخبي قلنا. والله ما بعرف يا حضرة الرقيب، لو بعرف كنت خبرتك. مشان الله ست زينو،
إذا سمعت شيء خبرينا، لأنه إذا مسك حقي اللطم ما بقى ينفعكم. ماشي الحال، لا تكون هم. يلا بخاطرك، طلعوا بالسيارات. يلا الكل على السيارات. Courbetier.